وتعالوا مع بعض استاذه رحاب بعد اذنك نشوف مقادير صينيه البسبوسه بجوز الهند. انا غطيت اللحمه عشان تاخد وقتها في السوى وتاخد راحتها كده على ما نشوف ايه قصه البسبوسه اللي هندخلها الفرن عشان تاخد وقتها في السوى. مقادير صينيه البسبوسه على الشاشه مع تغيير البلانشه مع تغيير الجلافز اللي احنا لابسينه مع غسل المكان تنظيف المكان عشان الحلويات ما تكرفش من الباميه باللحمه الضاني، ده الطبيعي. سكينه معلقه شوكه تبعديها خالص عن المكان. معانا سميد ناعم، سمنه بلدي 1 كوب، جوز الهند، وكمان بيكنج باودر وسكر، وما تنسيش طبعا الشربات عباره عن 2 كوب من السكر، كوبايه ميه، عصره ليمون، شويه فانيليا، وما ننساش كمان 1/2 كوب من الزبادي. تعالوا نعمل صينيه البسبوسه مع بعض بطريقه سهله وبسبوسه. والسؤال ده انا بجاوب عليه لان اتسالناه في خلال 15 يوم اكتر من 3 مرات. شيف مغازي البسبوسه بتنشف مني، شيف مغازي اشرب البسبوسه شربات بارد ولا سخن، شيف مغازي البسبوسه بتطلع معايا طريه، شيف مغازي البسبوسه لما نيجي نغرفها بتلاقيها تتكسر مع بعضيها، وهكذا من الاسئله. تعالوا نجاوب على الاسئله دي عملي دلوقتي مع بعض. هنعملها ازاي؟ بجيب بوله كبيره، اللهم صل على النبي. وهنا مع مخرجنا الجميل واساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري، معانا زبادي، معانا سكر، معانا سمن بلدي، معانا جوز الهند، والبيكنج باودر المحترم، والسميت الناعم اللي هو اساس الموضوع. اختيارك للسميت الناعم لازم طبعا اختيار جيد، بتشتريه وتشوفي طبعا تاريخ الصلاحيه لان ممكن يكون وارد عند الراجل البقال مركون بقاله فتره طويله، فلازم تشوفيه كويس امان زي الفل بالشكل ده كده، وتجيب السميت الناعم اللي بالشكل ده كده. ده السميت الناعم. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنقلب عليه البيكنج باودر. اول خطوه بيكنج باودر على السميت الناعم. ليه حطيت بيكنج باودر يا مغازي؟ البيكنج باودر مع الزبادي ماده متخمره بتساعد على هشاشه البسبوسه وطراوتها وتخليها ناشفه وما تخليهاش مكتومه. اجابه واضحه وصريحه. واللي بنى مصر في الاصل حلواني مصري دمه خفيف. شايفه السميت الناعم مع البيكنج باودر قلبناهم مع بعض. خلصنا من الحدوته دي. حلو قوي، تمام. نشوف اللي بعده. ناخد السمنه البلدي، معانا 1 كوب، بناخد 1.25 كوب ونسيب شويه زي دول كده. عايزهم انا اقول لكم انا بعدين عايزهم ليه، اخليهم على جنب كده. ما تنسيش دول. ننزل بالسكر، ننزل بالزبادي، حلو قوي. نقلبهم مع بعض، شويه جوز الهند، ونشيل دول كلهم مع بعض. حلو يا عم الشيف. ومعانا ميه فتره. يعني ايه فتره يا شيف؟ يعني ميه ما تكونش ساقعه قوي. ونقلب دول كده مع بعض. من الحنفيه عادي برضه عشان ما ناخدش الموضوع ايه نسخن ميه وبتاع. نقلب دول كده بالشكل ده كده. تاني زبادي، جوز الهند، سكر، والسمنه البلدي بتاعتي نوعيه كويسه جيده الصنع والانتاج وكل حاجه وتاريخ الصلاحيه، عشان السمنه هي لها دور مهم جدا في صينيه كنافه في صينيه بسبوسه. بنحط شويه ميه صغيرين مع رشه ملح صغيره. ملح يا شيف. نقلب كده. وناخد السميت الناعم اللي انا مقلبه من شويه مع بيكنج باودر وانزل بيه كده، اللهم صل على النبي. ونقلب نشوف الدنيا عامله معانا ايه. سهل الموضوع خالص. ليه تشتري صينيه بسبوسه بالشيء الفلاني؟ صينيه بسبوسه بالبندق ماشي، صينيه بسبوسه بعين الجمل ماشي، بسبوسه باللوز ماشي، مش هتقول لا. انا عملتها بجوز الهند النهارده، وفي بسبوسه ساده انا بعشقها بستطعم السميته كده لطيفه وحلوه. تعرفين السميت ده بيطلع من ايه؟ حد يقول لنا بقى. حاضر عينيا اهو. ننزل تاني بشويه اهو.
طبيعي لما بتيجي تعملي بسبوسه احنا بنسيب الخليط ده زي ما هو كده، بعد ما بنقلبه كويس بكل المكونات، وتغطيها على جنب وتسيبيها لمده يعني ساعه زمن. الجماعه الحلوانيه في المحلات الكبيره بيسيبوها فتره الليل كله، يعني يسيبوها يوم كامل. خلي بالك لانه فاتح بقى محل حلويات ويدي الشغله بتاعته انا مش هطول عليك، ممكن تسيبها في الثلاجه، الجو حلو تخليها بره مفيش مشكله، ولكن اسيبها ساعه زمن. احنا هنشتغل بيها على طول ان شاء الله وربنا يكرمنا. اهي سيبوني طبعا اخدم عليها كويس كده العجينه اهي، ومش هعمل فيها اي حاجه خالص غير بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. صينيه البسبوسه معانا، وشفنا مكونات العجينه، تاني ابص عليها عشان نبقى ماشيين في التفاصيل، لان احنا بنجاوب على اسئله كتير اتسالناها خلال الفتره اللي فاتت من خلال السوشيال ميديا ومن خلال التواصل معانا. صينية البسبوسة تتعامل ازاي؟ التفاصيل معانا مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. اول ما بتقلبي في العجينة وتلاقي فيها فراغات كده، شفت المسام دي اهو؟ اه انا هعلمك حاجة بس تعرف ان العجينة اهي. اخواتي المصورين حبايبي، اخواتي حبايبي، شفت العجينة اهي؟ اه شفت؟ لا لا بص، لا بص، شوف شوف شفت تفاصيل؟ لا هنا في موضوع، في حدوتة هنا. بص 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 اهي اهي اهي، انا عايز المنظر ده اول تاني اهو تاني اهو 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 ده معناته ان العجينه كده زي الفل. شفت الجو ده؟ هو ده العجينه اهي اهي زي الفل. هعمل ايه يا شيف؟ اول حاجه بننزل وسط البلد عند مديريه امن القاهره، بحدد اللوكيشن بالظبط اهو، محدش يزعل مني. مديريه امن القاهره بننزل تحت، في محلات بتبيع صواني الالومنيوم ديت بدون ذكر اسمها، دي مخصوصه للكنافه والبسبوسه. ما ينفعش تعملي صينيه بسبوسه في صينيه قد كده، ما ينفعش تعملي صينيه بسبوسه في صينيه التشيز كيك. صينيه البسبوسه وصينيه الكنافه احنا المصريين علمنا العالم كله يعملوها ازاي، وبياخدوا الصواني دي من عندنا تصدير بره. على فكره انا بعرف الكلام ده، صينيه بتلاقيها تقيله محمله وبالحجم ده، وبتلاقيها بالارتفاع ده، سنتي بارتفاع كده مع الكيرف اللي احنا شايفينه ده كده، دي مخصصه للبسبوسه وللكنافه، بتلاقي لك صدر كنافه صدر بسبوسه، وتبقى الصينيه تقيله بالشكل ده كده. اه هناخد الكميه اللي احنا عجناها، ومعانا الطحينه بتاعتنا في ارضيه الايه؟ في ارضيه الصينيه، ده الطبيعي. اه طحينه حاطط في ارضيه الصينيه، ما حطيتش سمنه عشان عايز الكرمله بتاعت الطحينه مع البسبوسه مع السكر مع جوز الهند اللي هي المكونات بتاعت الايه؟ العجينه. باخد من الشربات اللي انا عامله مسبقا، شربات كوبايتين سكر كوبايه ميه سلايز ليمون او عود قرفه حسب ما انت عايزه، مع قرفه ناعمه او مع شويه سوري مع شويه فانيليا. حلو، واخد منهم شويه شربات كده بس خلاص، شويه صغيرين. حلو قوي، بحط ايدي في الشربات ده كده، احط ايدي في الشربات واخد العجينه دي كده واحطها كده والمس عليها. مش بعمل خالص احلى كده، ما في ولا بعمل. لو التليفون بتاعك رن امسك التليفون بيدك عادي. تاني. يعني عايز اوصل لحضرتك انك انت لازم معلقه الشربات اللي انا حطيتها دي هي بتنقذك. تاني. ايديا في الشربات وثم البسبوس. اعمل ازاي صينيه بسبوسه يا شيف في البيت؟ الاجابه عملي. تاني. باخد من العجينه واحطين. صينيه متونه طحينه، وشرحت الصينيه دي بتيجي منين. بيجوا الناس الطيبين ياخدوها من عندنا يصدروها بره. رحت انا سافرت العالم كله، مفيش محل حلويات في العالم الا وتلاقي فيه الصواني الالومنيوم بتاعتنا دي يتعمل فيها البسبوسه والكنافه. شفتوا خير مصر؟ هنا السر بقى. حلو. عايزاها سميكه انت حره، عايزاها رؤياه انت حره، زي عجينه البيتزا كده. حته كده في النص تمام زي الفل. الشكل ده مش عاجبني اساويه ازاي؟ وانا واقف. شفت ايدك في الشربات؟ شفت الشقاوه؟ شفت الصينيه بتلف في ايدي ازاي؟ ولا صينيه هتجيبيها من اي مكان الا ما تلاقي ايه؟ تبقى زي بتاعتك اللي في ايدك دي كده، الالومنيوم. هم عاملينها لكده. عشان يقف المعلم يحط الكنافة فيها، يلفها على النار. شفت الصوت ده كمان؟ لازم الصوت ده. الصوت ده ما بيطلعش من فراغ، دي صنعة، والصنعة هي في ايد المصريين.
الله عليك. تاني. ايدك في الشربات. ايدك في الشربات. حط بقى عين جمل، اهلا وسهلا. حط بندق، اهلا وسهلا. حطي لوز، اهلا وسهلا. نعم لازم شربات يا غالي. بيقول لي ينفع ميه؟ ليه شربات بقى؟ حد يقول لي. عشان ما افسدش الطعم، في السكريات بتاعته. ممكن ميه بس مش تبقى لطيفه يعني. واسوي فيها كده اهو، وانا بسويها كده اعملها كده الهزه دي كده اهو. وبعد ما تتهنى طحينه، لو الجو حر حطها في الفريزر شويه عشان الطحينه تمسك، ما تفكش منك وتروح في مكان تاني، يعني ما تروحش في مكان من الصينيه تبقى في مكان واحد، تبقى متوزعه بالتساوي. سويت الصينيه كده زي الفل. حط اللي انت حباه بقى، بندق ماشي، لوز ماشي. همسكها دلوقتي يا عم الشيف، امسح اطراف الصينيه، موضوع بسيط خالص. والمعلقات الشربات اللي انا حطيتها على قد الشغل بتاعي. اجيب منديل، امن على الفرن بتاعي كانك بتخبزي كيكه. درجه حراره الفرن عندك لازم تكون 180، نفس درجه حراره الكيكه. وامسح الصينيه كده وادلعها من الجناب اهو. شفت لمعت ازاي؟ المونيا مصريه. زي الفل. واخدها واشوف درجه حراره الفرن معايا كام. ايه الاخبار؟ حلو قوي. نأمن على الفرن. لسه بتلفي؟ حلوه يا بيضه. مكانها هنا في الفرن. اللهم صل على النبي. في درجه حراره 180. اتعلمنا ازاي نعمل البسبوسه. خدتها زي ما هي اهي. في درجه حراره الفرن 180 على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن، سواء غاز او كهرباء، بالشكل ده كده. اقفل يا سمسم. نسيب البسبوسه تستوي مع بعض، الشربات معانا. فاكرين ولا ناسيين معلقه سمنه اللي كانت باقيه معايا من شويه؟ بحطها على الشربات بتاع البسبوسه، هو ده السر. عايزه طعم الفانيليا؟ حط فانيليا. عايزه طعم القرفه؟ حط قرفه. عايزه طعم الليمون؟ حط ليمون مع الشربات. معلقه سمنه دي اساسي مع شربات البسبوسه، هتخليها مسخسخه وزي الفل. معانا مين يا فندم؟ بالشكل ده كده. واسيبها على نار هاديه. ليه يا شيف؟ هي البسبوسه بتشرب شربات سخن ولا بارد؟ اساسي شربات سخن. سخن على سخن. صينيه بسبوسه بتتكلم مصري، واللي بنى مصر في الاصل حلواني. شفت الحمار والدلع واللون والجمال؟ جا منين يا مغازي الحمار والدلع ده بقى؟ حد يقول لي بقى، حد من المتصلين يقول لي. اقفلها تاني لسه. واشوف البسبوسه بتاعت اللطيفه الجميله، اطلعها من الفرن. يلا احلى بسبوسه واحلى صينيه بسبوسه للساده المشاهدين. صورني معاها سيلفي يا شفيق. اهي حاضر يا فندم. يا مسهل الحال يا رب. حلو، ناخد الشربات بتاعنا يسقط على البسبوسه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ واحده واحده. شربات البسبوسه ينزل سخن. واسيبها، سيبها خالص. بعد شويه مش هتلاقي اثار للشربات ده، خلي بالك ما تقلقيش. بعد دقائق معدوده هتعد لغايه 10 واحنا مع بعض. صينيه بسبوسه بالجوز الهند مش بالمكسرات. زي الفل. شيل دي كده. حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ عايزه شويه شربات تاني. شيلها بقى من هنا كده، هي بردت خلي بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان عايز الفه، عشان انا طالع كده نشوف البسبوسه وهي بتلف. زي الفل. حط عليها الشربات ده كده. شفت البسبوسه اهي؟ تاخد لمعه كده. احلى صينيه بسبوسه معموله على الروقان، لازم تاخدي وقتك فيها وما تقلقيش بالشربات ده. البسبوسه هتشربها، لازم البسبوسه تبقى مسخسخه على روحها بالشربات. وطبيعي ان الشربات لما ينزل سخن مخلوط بسمنه بلدي بيدي اللمعه. ايه الحلاوه دي؟ ده ما كنتش اعرف الصينيه تطلع معايا حلوه كده. هي قرف الحمد لله.